اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفقره الرئيسيه والاخيره اللي بننتظرها جميعا، حوارنا مع استاذنا الجليل المفكر الكبير استاذ العلوم السياسيه الاستاذ الدكتور علي الدين هلال. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ ضياء، اهلا وسهلا. انا كنت مجهز شويه اسئله بس انا عايز ايه، بما ان ظهرنا الاسبوع اللي فات حصل ايه يا ترى في رايك في ملامح القسامات الكبرى سواء في الدنيا او في اقليمنا او في غزه او في يعني في بدون ترتيب. انتقال حركه المظاهرات الطلابية إلى مزيد من الجماعات الأمريكية ثم انتقالها إلى فرنسا ودخول الجيش القوات الفرنسية مبنى معهد العلوم السياسية، فده أشعل الموضوع أكتر. فالجامعة كلها عاملة مظاهرة طول النهار في الساحة الرئيسية أمام السوربون. لما نقرب في برضه حاجة مهمة جدا في إفريقيا. دلوقتي عندنا ثلاث دول في إفريقيا، مالي، النيجر، وساحل العاج، انتقلوا من المعسكر الغربي إلى روسيا. إزاي بقى؟ والثلاثة طردوا القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية واستقبلوا قوات وجنرالات روسيين. دي الدول اللي بيسموها الساحل والصحراء. الساحل والصحراء. دي دول مهمه يا دكتور جدا، استراتيجيه. دي كانت الولايات المتحده بتستخدمها اولا لما يسمى مكافحه الارهاب في المنطقه، قاعده معلومات وتجسس على كل الدول، ثم كان ايضا بيراقبوا بيها عمليه الهجره غير النظاميه الى شمال افريقيا ومنها الى اوروبا. لكن احدث حاجه اللي هو في النيجر اللي هي عاصمتها نيامي، الاسبوع ده قوات روسيه دخلت في نفس القاعده اللي فيها قوات امريكيه لكن في مبنيين مختلفين. فالكلام بقى على هيبقى ايه الدلالات الاستراتيجيه. يعني دلوقتي الصين بتتوغل في القاره اقتصاديا، روسيا بتتوغل في القارة عسكريا. ده يمكن له دلالات مختلفة على التوازنات الاستراتيجية في المنطقة. طبعا الحرب الكبرى اللي بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، وروسيا بتعلن النهاردة انه لديهم معلومات ان أوكرانيا على وشك تبدأ حملة كبيرة على جسر القرم اللي بيربط روسيا به، وان ده اذا حصل فان انتقام روسيا هيبقى فظيع كذا كذا كذا. الرئيس ماكرون عاد مره تانية الكلام على ارسال قوات فرنسيه الى اوكرانيا سواء للتدريب او كده، وروسيا ردت رد شديد جدا عنيف جدا. لما نقرب بقى لمنطقتنا، الوساطه المصريه مستمره. الحديث يقولوا ايه المصريين، يعني المصطلحات المصريه تقول المفاوضه مستمره في اجواء ايجابيه. تترك بقى كل واحد يفهم اللي هو عايزه. صحيح. انما لو عايز بقى معالم وقائع، عندنا واقعات ان الرئيس بايدن يتصل بالرئيس السيسي ويتكلموا حوالي 15 16 دقيقه. طبعا تفهم ما تفهمه، لكن يعني اهتمام الرئيس بايدن شخصيا، تدخله شخصيا للرئيس السيسي، الارجح هو بيتكلموا على ايه الاحتمالات المختلفه. تمام. الارجح هو عايز يعرف من مصر ايه فهمها لحدود اللي روسيا اسرائيل والفلسطينيين. من ناحيه ثانيه برضو مصر بتعرف من امريكا هي مستعده توصل لغايه فين الى اخره. مكالمة تانية مهمة جدا بين رئيس المكتب السياسي الحماس اسماعيل هنية مع رئيس المخابرات المصرية. والمكالمات دي معلن عنها، يعني مش بنقول مش بنقول شيء مش معروف. يجوز الإعلام المصري ما ركزش قوي عليها، لكن الدنيا كلها بتتكلم عليها. فالمكالمة هنية بقى له أسبوعين في تركيا. يعني إجازة وعمل. تمام. وقابل هناك أمة لا إله إلا الله، ابتداء من رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، المخابرات العامة التركية، التقى أيضا بوفد من
الجبهه الشعبيه الديمقراطيه في فلسطين والجهاد الاسلامي. من الغريب ان الرئيس الفلسطيني عمل تصريح قال المفاوضات بين فتح وحماس ليست جديه. يعني المفاوضات من اجل التنسيق او حاجه زي كده. برضه تصريح يعني المفروض يتوقف امامه سفير فلسطين في مصر صرح بانه 100,000 فلسطيني دخلوا مصر من 7. انا لست في موقف يسمح لي ان انا اؤكد او لا اؤكد. صحيح. انما انا في موقف اقول ان 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 ان, إن السفير الفلسطيني في مصر قال هذا الكلام. ال 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 الوساطه اذا في اخبار انه مدير المخابرات المركزيه المصريه وصل مصر. يا امبارح بالليل يا النهارده الصبح ايا كان. فاذا بقى عندك يعني مصر اتصالات مع امريكا مع رئيسها مع حماس طبعا اتصالات مع اسرائيل. يعني استمرار المفاوضات بيعني ان كل طرف حريص على ان لا ينسب اليه فشلها. والكل عليه زي ما شرحنا الاسبوع اللي فات كل عليه ضغوط للوصول الى حل. ضغوط داخليه من داخله وضغوط خارجي. انا عايز افهم انه يعني التصعيد انت حضرتك اشرت في التصعيد في الضفه الغربيه واستمرار التلويح بعمليه رفح. انا عايز اقول مفيش مفاوضات تتم. ايوه انت شوف انت عاكد اهو مين هيقول اي الاول. الضغط الضغط بكل اشكاله. حماس ضغط على اسرائيل بتقول لا تتاخر يعني تبعت لها حاجه ما تردش عليك بعدها تقول لك بنتفاوض القياده الداخليه تتاخر لها يومين ثلاثه ف بتضغط وبتضغط دي من يومين قالت لك واحد مات بسبب نقص الدواء ونقص الجهاد الاسلامي وبعدين حماس راحت نشره واحد بيتكلم ويقول الحقونا احنا اسرائيل الحكومه الاسرائيليه دي مش مهتمه بينا. ضغط نفسي فظيع ان واحد اسرائيلي يطلع ويتكلم باللغه العبريه ليه؟ لاهله ولامه وابوه كذا وكذا. فحماس من ناحيه بتمارس اوراقها للضغط على اسرائيل. مستفيده من ايه؟ مستفيده من الخلافات اللي جوه الحكومه الاسرائيليه. يعني النهارده في خلاف مكشوف بين وزير الامن الداخلي ووزير الدفاع. ووزير الامن الداخلي وجه اتهامات علنيه لوزير الدفاع. خلافات داخل مجلس الحرب. ثم بقى المظاهرات العنيفه اللي في كل يوم سبت في اسرائيل وحد وكل يوم تقريبا على البيت الرئيس الوزراء بتطلب منه قبول الصفقه الى اخره. حط بقى مع ده كمان النشاط الدبلوماسي الفرنسي. فرنسا بدات تنشط في المنطقه. وبعد ما كانت امريكا محتكره المفاوضات من لبنان واسرائيل دخلت هي على الخط. فرنسا. وراح زار وزير الخارجيه هناك وجي زار مصر طبعا. وعمل مقترحات قال ان باريس ممكن تعمل عمليه وساطه ونعمل كذا وكذا وكذا، لكن العبره دخول فرنسا مره اخرى على خط العلاقات اللبنانيه الإسرائيلية بعد أن كانت قد احتكرته أمريكا قرابة العام. عظيم. أنا هاخد على الأقل قضيتين من هذا إيه؟ يعني الوصف والتحليل المهم لما جرى في أسبوع. طبعا سيقول السودان بس يعني برضو معركة كبرى حين الفاشر اللي هي عاصمة دارفور الشمالية. كل طرف بيتهم التاني أنه هو اللي موقف عمليات الإغاثة الإنسانية. وكل طرف بيتهم التاني الى اخره. يعني منطقه خطره و طب هاخد المفاوضات والجامعات. نعم. وارجع للمفاوضات تاني خاصه حضرتك كما ذكرت هناك تطورات على المستوى السياسي عالي جدا رؤساء دول الرئيس الامريكي مع اتصال الرئيس المصري بالامير القطري تحركات باجهزه مخابراتيه كبيره. غدا كما اعلن اليوم سيصل وفد حركه حماس الى القاهره والاخبار المتداوله يعني البعض يقول لتسليم الرد
والبعض يقول إجراء مفاوضات، يعني لكن لا نعلم بدقة ماذا سيكون، لكن على الأرجح سيكون هناك خبر ما، لأنه كما نعلم تأخر الأمر. أيضا على الجانب الإسرائيلي رأينا أن بنيامين نتنياهو أعطى مهلة المرة الأولى يومين، ثم بدأ زادت إلى أسبوع، ويبدو أنه مترنح جدا في حسم موقفه تجاه المفاوضات. الأول فيما يتعلق بهذا المسار، هل نحن، وده يمكن أسموه المسؤولين الأمريكان، بلينكن رئيس وزير الخارجية، قال إن دي الفرصة الأخيرة، يعني هو كان يوجه الخطاب لحماس وفق ما حضرتك قلت عليه من شوية ضغط، لكن هل فعليا ورقة القاهرة ومبادرة مصر وما يدور حولها منذ أسابيع الآن من التفاوض هي الورقة الأخيرة، وبالتالي قد تكون غير مرشحة للفشل؟ كون إنها الورقة الأخيرة الإجابة نعم، لأنه ليس سرا إن قطر انسحبت، يعني قطر قالت إن حصل سوء فهم لدورنا صحيح وانسحبت. ده رئيس الوزراء ووزير الخارجية قال هذا الكلام في بشكل علني، بشكل علني، وقال إحنا بنعيد تقييم موقفنا. وكما تذكر أمير قطر كلم الرئيس السيسي من حوالي أسبوع، ما نعرفش طبعا إيه مضمون الحوار، إنه طبعا هناك ربما هناك مشاورات بين مصر والدوحة بهذا الشأن للاستفادة أيضا من خبرة الدوحة في هذا المجال، لكن الدوحة ليست طرفا على مائدة المفاوضات أو الوساطة هذه المرة فيما أعلم، يعني ما فيش وفد قطري فيما أعلن عنه موجود على المائدة بكرة أو النهاردة، فمصر المنفردة بالعملية، وده بيلقى عليها مسؤولية كبيرة صحيح، وخروج قطر في ضغط على حماس وإسرائيل. إن زي ما قطر قالت والله إحنا تعبنا وكذا، من ناحية النظرية ممكن مصر والله إحنا تعبنا وأنتوا غير جادين. فإذا انسحاب قطر بيبقى يعمل ضغط كمان على بلينكن، والرئيس الأمريكي اتهموا حماس مباشرة صحيح بأنها المتسببة في كذا، إما بتغيير طلباتها أو بالتأخر في الرد. اعتقادي لو حماس هتيجي بكرة عايز يبدأ جولة مفاوضات جديدة، الأرجح هتكون بتلعب لعبة خطرة جدا، وإن ده هيبقى مبرر لإسرائيل إنها تعلن وتقول يعني إن حماس غير جد. يعني عايز أقول يعني الحاجات دي يعني صعبة قوي يا أستاذ ضياء، أنت بتتفاوض في الظلام وبين أشخاص يحملوا كل منهما للآخر أعلى درجات الشك والريبة وعدم الثقة صحيح، وعليك أنك تقبل وأنت مش عارف هو اللي في ذهنه إيه بعد كده. ال 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 أنا زي ما قلت وهقول تاني، لازم المفاوضات تنتهي، نتنياهو يبقى في إيده نصر يقدر يدافع عنه، وحماس يبقى في إيدها نصر يدافع عنه. لو انتهى الأمر بأن طرف كسبان وطرف خسران، الأرجح مش هيكتمل. وهنا النقطة الرئيسية بالنسبة لنتنياهو، أكبر مكسب اللاجئين المحتجزين تمام، يقدر يقول أنا نفذت كذا، ويقدر يزعم بقى أن أنا كسرت شوكة حماس وقتلت كذا وعملت كذا إلى آخره، وإن حماس مش هيبقى ليها دور بعد كده. وبرضه خد بالك انت حضرتك نبهتني الدور اللي فات للتصريح بتاع الاستاذ الحي خير الحي لما قال ما هو بعد كده يكون في دوله حماس هيبقى حزب سياسي ومش هيبقى لها جناح عسكري ولا غيره. انت يعني في كلام صحيح على خجل وعلى بشكل غير مباشر، لكن بتحاول تخلق كونسنسس توافق على تصور ما. فاللي انا عايز اقوله حماس هتقول دي يعني رغم ان انا بحذر عاده، انما دي باخر فرصه. حماس تحت ضغط جامد جدا اللي هو التهديد باجتياح رفح، او على الاقل مش اجتياحها كاملا، عمل عمليه عسكريه. ما هو لو نتنياهو ما عندوش ارجاع المحتجزين يبقى انهزم، هو عايز حاجه تقول للناس انا انتصرت.
طب هوقف حضرتك كده معلش، عشان برضو في التفاوض عمليه معقده استاذنا حضرتك استاذنا فيها. انا بقى اتكلم دلوقتي على الحد الادنى اللي هو يعمل عمليه وين وين، ان الطرفين كلهم كاسبين في هذه المفاوضات. حضرتك ذكرت انه نتنياهو الحد الادنى والمهم بالنسبه له هو عوده المحتجزين لدى حماس. طيب هو كان طرح ثلاث اهداف، هذه العوده، تحطيم وتدمير القدره العسكريه لحماس، والا تكون غزه مصدر للتهجير. هل وده بالنسبه لنتنياهو الاول، هل نتنياهو الهدف الاول اللي هو المحتجزين مع الثالث في بترتيبات سياسيه امنيه الا تكون غزه مصدر للتهديد، دون الهدف الحمساوي اللي هو الا يكون هناك جندي واحد اسرائيلي في غزه، هل الهدف الثالث ده اللي هو الانسحاب الاسرائيلي الكامل من غزه مع الا تكون مصدر للتهديد يمكن الوصول لنقطه وسط فيهم؟ شوف، هو يستطيع، ولو عايز تبص نظره موضوعيه، هو التقرير بتقول حوالي 30 مباني غزه دمرت. صحيح. وان كثير من جوانب غزه، مدن غزه، لم تعد قابله للحياه. فان كانت غير قابله للحياه فباب اولى لن تكون قابله لاي شيء اخر. لا للتجاره. الكلام ان مش عارف الرتش اللي جاي حطام عايز باين 3 سنين او 4 سنين. والكلام على اعاده اعمار غزه مش عارف عايز 10، كلام الامم المتحده. فانت في الحقيقه عايز، لا انت عندك اكتر من 1,000,000 عايشين في يعني الكلام الجد من غير زعل. لما الناس تقول عايز ارجع الشمال، هم لن يجد شيئا في الشمال. مظبوط. هيجد ركام، لكن هو عايز يرجع بلده، عايز يعيش بين الركام في مكانه الطبيعي، حتى خيمه، لكن خيمه في مكان بيته. صحيح. انا عايز اقول بقى ان يعني يعني هل يستطيع، اذا هو يستطيع، بيقول انا كسرت شوكه حماس والقوه الضاربه لحماس خدتها الى اخره. يعني يستطيع جزء منه حقيقي وجزء منه هيبقى تهويل اعلامي. افرجت عن الناس دول، لم تعد غزه مكان قابل للحياه، مش هيرجع كما كانت قبل كذا كذا كذا، وكسرت ايه شوكه مقابل تفاهم مع حماس انه مفيش عمليات عسكريه ضد اسرائيل، وبالتالي حقق الهدف الثالث. طب حماس حدها الادنى الاول هو عدم استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وده احنا هتكلمنا فيه دلوقتي بانه يمكن الوصول لترتيبات امنيه وتكنولوجيه وغيره. الهدف الثاني اللي هو الايقاف الكامل والنهائي للحرب. هل هناك امكانيه للوصول ده ولو تحت وراء مسميات اخرى مثل الهدن المتواصله وغيرها؟ بالظبط. يعني هو الكلام اللي تردد ما نعرفش حقيقي ولا مش حقيقي، ان الوساطه المصريه والتدخلات الامريكيه تروح نعمل هدنه الاول 40 يوم يعقبها هدنه 50 يوم، وان اسرائيل قبلت من حيث المبدا انك تعمل هذه الهدن لمده سنه. لو انت عملت هدنه لمده سنه وفي خلالها بدا رجوع تدريجي للفلسطينيين الى بيوتهم، بدات عمليه او بدايه إعادة الإعمار. يجوز ده يفتح الباب. أنا عايز أربط ده بقى بحاجة تانية. إحنا الدور اللي فات أنا اتكلمت عليها بدون ذكر اسم البلد، لكن دلوقتي بقى كل الناس بتقولها فنقولها. ووزير الخارجية السعودية. إن في سكة تانية. صحيح. التلويح لنتنياهو بجزرة الطبيعة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. صحيح. ويبدو انه وزير الخارجيه السعودي اتكلم بس كلام حاسم، احنا ما عندناش مانع في حالتين، وقف اطلاق النار وبدء افق سياسي لاقامه دوله فلسطينيه. ده ضغط اخر على حماس وعلى اسرائيل. على اسرائيل يعني جائزه كبرى، وعلى حماس ايضا ان هي يعني بقى في مصر بتاكد هذا الكلام، امريكا بتقوله من ناحية المبدئية لكن ما بتعملوش على مستوى الاوبريشن، والسعودية بتقوله اللي هو عايزين نبدأ. يعني مشكلة غزة، في وقف اطلاق نار ومعونة إنسانية ومحتجزين، لكن كل دي كانت هي الازمة العاجلة
الأزمة الأعمق هي الاحتلال. وبالتالي أنت حتى لو حليت كل الأمور العاجلة دلوقتي وإفراج متبادل و من غير ما توصل للعمق اللي هو الحل السياسي للقضية الفلسطينية. فهنا يعني هيبقى في ضغط، وهيبقى برضه جزرة للحماس إن أنت يا حماس بعملك ده أعدتي أو وضعتي القضية الفلسطينية مش بس كشعار أو كإعلان، نعم، لكن بدأنا طريق الحل، طريق حل لهذه العملية. عظيم. كده أنت انتهيت من القضية الأولى اللي هنواصلها على الأقل خبريا خلال الساعات القادمة. القضية الثانية وهي حضرتك برضه فتحتها معانا المرة اللي فاتت وتناقشنا فيها، ويبدو إنها أخذت أبعاد أطول أكبر، وهي قضية زي ما أشرت حضرتك دلوقتي في عرضك التحليلي الانتفاضة الطلابية. يصح لنا الآن أن نسميها انتفاضة طلابية. يمكن كان الأسبوع اللي فات تحدث عن بعض مشاهد الاحتجاج في بعض الجامعات في الولايات المتحدة، لكن الأمر زاد كثيرا، تدخلت فيه الشرطة في عديد من الولايات في داخل جامعات كبرى ومهمة للغاية، تم اقتحام الحرم الجامعي والقبض على ما يقارب أو يزيد الآن عن 2000 طالب وآخر يعني في المظاهرات. داخل أمريكا الرئيس الأمريكي بنفسه، وأنا هاخد رأي حضرتك فيما قاله، يعني يعلق للمرة الأولى على هذا الأمر. الانعكاس ده تشريعيا لدينا شيء كده مبهم يسمى قانون لمعاداة السامية، يبدو هيدخل إلى الكونغرس قريبا جدا، وده البعض بيرى أنه هيضع مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير. على مستوى أوروبا حضرتك أشرت إلى فرنسا، الأمور بتزداد فيها، المكسيك فيها أيضا جامعات وصلت، إنجلترا فيها. لكن أنا هستأذن حضرتك في حاجة واحدة، لأنه عندي جامعة في نيوجيرسي، نيوجيرسي جامعة ستيت يونيفرسيتي، جامعة تابعة للدولة، أيوة، في ولاية نيوجيرسي اسمها رادجرز قالت حاجة غريبة جدا تم الاتفاق فيها. أنا عايز أقرأ بس الناس تعرف الطلبة بيفكروا في إيه. طلب قدموا 10 طلبات لإدارة الجامعة، والجامعة وافقت على 8 منهم. الـ8 اللي وافقت عليهم الجامعة: واحد، تقديم الموارد اللازمة للطلاب الفلسطينيين والعرب في المركز العربي الثقافي في مباني الجامعة. 2، منح العفو الكامل لكافة الطلبة والأساتذة والموظفين الذين استخدموا حقهم في المادة الأولى بالدستور الأمريكي بالتظاهر. 3، تسمية فلسطين والفلسطينيين في كافة عمليات التواصل المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وأن يصدر رئيس الجامعة تصريحا يعترف فيه بالإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين وتأثير ذلك على المجتمع الفلسطيني بالجامعة، وأن يدفع رئيس الجامعة باتجاه وقف إطلاق النار. اللي بعدها توافق الجامعة وموافقة الجامعة على تعيين أساتذة إضافيين متخصصين في الدراسات الفلسطينية ودراسات الشرق الأوسط، وإيجاد مسار لإنشاء قسم خاص بدراسات الشرق الأوسط، تعيين مشرف إداري لديه المعرفة الثقافية بالعرب والفلسطينيين والمسلمين، ويكون له دراية بكيفية مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية تجاه الفلسطينيين. اللي قبل الأخيرة إصدار مذكرة تفاهم تعليمية تؤسس لشراكة طويلة الأمد مع جامعة بير زيت في الضفة الغربية. أخيرا، رفع أعلام الشعوب الواقعة تحت الاحتلال مثل العالم الفلسطيني وعالم الأكراد والكشميريين في كافة المناحي التي ترفع فيها أعلام الدول داخل الجامعة. 8 طلبات. الاثنين اللي محل تفاوض: سحب الاستثمارات من الشركات والمؤسسات العسكرية من إسرائيل بتشارك فيها الجامعة، وقف الشراكة مع جامعة تل أبيب. أنا بدي نموذج بس عشان يمكن الناس مش عارفة اللي حاصل. رؤية حضرتك العامة لما يحدث الآن في هذه الانتفاضة، إذا صح كمان نسميها الانتفاضة أمنية؟ طبعا كل نسميها انتفاضة تسميها انتفاضة. هتذكرنا إما بانتفاضات الطلاب في دعم في معارضة سياسة أمريكا في فيتنام، وفي طلب من حكومتهم اللي هو وصل إلى حد أن طلاب أمريكيين هربوا من أمريكا حتى لا يتم تجنيدهم في الجيش. كان منهم إذا لم تخني الذاكرة الرئيس كلينتون كان طالب وقال يعني كمسألة ضمير، أنا لا أقبل أن أنا أخش في جيش يقوم بعمل غزو واحتلال وتدمير إلى آخر. ويذكرنا أيضا بانتفاضة الطلاب اللي هي في منتصف الستينيات، مظاهرات الطلاب. المظاهرات دي بيبقى في سبب عاجل تريجر مفجر، إنما بتعكس حالة من
استقطاب من الاغتراب من شعور الطلاب أن المجتمع يسير في اتجاه أكثر مادية وأكثر نفعية وأقل مثالية وأقل مبادئ، فالطلاب مثاليين بيعملوا هذا. وبالتالي يعني احنا لما نبص للتحليل دوت هنجد انه المفجر كان موضوع فلسطين وغزة، انما القوى المشاركة فيه مطالبها دوافعها تتجاوز هذا الموضوع. بس انا عايز اقف وقفة قدام الاعلان اللي حضرتك قريته، وانا قلت لك انا دايما رجل حذر في التحليل، يعني صحيح يعني استوقف نظري شيء غريب جدا، موضوع كشمير والأكراد لا تستطيع لا جامعة راتجرز ولا غيرها تعمل هذا الكلام. إذا رفعت علم، أنا بقولش ده صح ولا غلط، تمام، إذا رفعت علم كشمير ده تحدي للهند، وكأنها تتحدى إن دي في نهاية ولاية من ولايات الهند. إذا رفعت علم الأكراد هي تحدي للعراق وإيران وتركيا، لأن العلم ده هيبقى سنه وكأنه علم دولة كردستان المستقلة. صحيح. فأنا يعني عايز الواحد يتحرر شوية الوضع عشان ما يبقاش العلم الفلسطيني وحده. يعني ممكن. هو ده غالبا، لكن سيسبب مشاكل دبلوماسية طبعا. طب وطبعا العلم ده مشاكل مع إسرائيل بس. يعني ما لناش، يعني عايز اقول بس عايزين نتاكد ان ما انت خد بالك، ممكن مثلا المسؤول على التفاوض قبل ده اللي هو رئيس الجامعه، تمام، لكن رئيس الجامعه مش هو السلطه النهائيه في مجلس امناء للجامعه. صحيح. مجلس امناء قد يوافق او قد لا يوافق. انما الانتفاضه دي انا عايز اقول لها دوافع مختلفه ولها مطالب مختلفه تتوقع، انما ايه اللي يمزيزها عموميتها يعني في شرق امريكا، في وسط امريكا، في غرب امريكا، في شمال امريكا، وفي جنوب امريكا، انها حدثت في ولايات يحكمها الحزب الجمهوري وولايات يحكمها الحزب الديمقراطي، وكان نسبة الديمقراطي اكبر، وان كان نسبة الديمقراطي اكثر، انما في كل الولايات يميزها كلها استمراريتها، ما كانتش يعني ضربة في يوم واحد ثم استهلكت قواها، لا، يوم واثنين وثلاثة واربعة. يميزها كلها تدخل الشرطة. وهنا يأتي بقى لحديث الرئيس بايدن. أيوة. قال لك هو التعديل الأول من الدستور اللي هو دايما يشيء إليه بايدن. نعم. اللي يقول التعديل الأول حرية الرأي. الدستور الأمريكي يكفل لأي مواطن أمريكي حرية الرأي. بيميزه هناك بين حرية الرأي وتحويل الرأي إلى موقف. أنت لا تعاقب طول ما أنت بتتكلم، وإني أرفض دولة كذا وأرفض الاعتداءات الغاشمة على كذا وأرفض كذا. لما تيجي بقى تعمل حاجة مادية، إنك هتعمل خيمة وتسد بيها طريق، لا، هنا أنت خالفت القانون. فأنا من حقي كشرطة إن أنا آجي وأشيل الخيمة دي. وده اللي حصل النهارده في فرنسا. صحيح. إن الأولاد كانوا معتصمين في معهد العلوم السياسي وسيطروا على مبنى، لا، دخلوا خرجوهم من المبنى وشالوا الخيام. الناس قول ما بدك، إنما ما تعملش حاجة يكون فيها انتهاك للقانون. تمام. حق القانون الناس تمشي، حق القانون الناس تتحرك، حق الاساتذه يصلوا الى مكاتبهم، الى اخر هذا الكلام. طبعا يجب نقول في السكه بيحدث تجاوزات. تجاوزات من بعض الطلاب وتجاوزات من الشرطه. تجاوزات من بعض الطلاب انك تكسر ازاز. عربيه، انت عارف ان الاستاذ معين له اراء معينه تروح. وحدثت حاجات زي كده. تمام. فدوت بيدي بقى عذر للشرطة أكتر في القيام بهذا بتجاوزات أخرى لموجة هذا.
هذا طبيعة أي تظاهر. أنا لا أعرف أبدا أي تظاهر بدأ سلميا، لكن لما بتمشي وبينضم إليه أشخاص مختلفين بدوافع مختلفة صحيح، قد يقوم بممارسات. نشوف ده في فرنسا في ذوي الياقات الصفراء، شوف كل حتة صحيح في أي مظاهرة تتحول، رغم إن الذين قادوها وبدأوها لم يكن في ذهنهم هذا الشيء. بيعني برضو هنا إن شباب العالم في حالة تململ وبيحتاج إلى قضية بيلتف حواليها، وجاءت قضية غزة لتمثل وشعب فلسطين ليمثل هذه القضية. طب حضرتك تصريحات الرئيس بايدن وهي قدامي كلها هنا مفصلة، مش هقراها طبعا، لكن ملاحظات المحللين الامريكان وغيرهم عليها انه باللغه العاميه المصريه مسك العصا من النص. مظبوط، هو يعني كده لم يفضع، لم يشا ان يظهر موقفا، حتى لما قال معاداه الساميه راح حاطط جنبها والاسلاموفوبيا، معاداه الاسلام ايضا. فحضرتك هل دي تصريحات الحزب الديمقراطي تحديدا المعبر عن يعني التيار الاكثر انفتاحا في امريكا، ولا دي تصريحات الانتخابات الرئاسيه؟ انا اعتقادي لا، مش بس انتخابات. يعني هو فعلا هو لا يملك الا ان يحترم التعديل الاول من الدستور، تمام، واللي هو بيستخدمه ترامب في كل اللي بيعمله، وانا بعبر عن رايي، انا بقول انتخابات مزوره، وانا ما ضربتش حد، ما هاجمتش حد. الدستور الامريكي يعطي للمواطن الامريكي كامل الحقوق، يقول ما يشاء، وبالتالي ناس دافع عن المثليه، ناس دافع عن ايه، ناس دافع عن ايه. في نفس الوقت الدستور لك احترام القانون، اذا في قانون حتى ان كنت تختلف معه تدعو لتغييره بطريقه سلميه، اذا انت كسرته هتعاقب. ال 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 فهو تعبير ماسك العصا من الوسط، فهو من ناحيه بيقول انا مع حق الناس في التعبير عن رايه، سواء مع غزه او ضد غزه، مع اسرائيل ضد، لكن ايضا مع سياده القانون، ان ما حدش يستخدم هذا الحق ليه منع الجامعه من عملها، يستخدمه لتعطيل اعطاء الدروس، لتعطيل الامتحانات الى اخره. في نفس الوقت انا ضد معاداه الساميه، في نفس الوقت انا ضد معاداه الاسلام. يعني بيحاول انه انا رايي يعني ان هو يرضي القوى الرئيسيه في الانتخابات، ان هو عنده في محافظات معينه في جاليات عربيه واسلاميه كبيره لا يريد ان يخسرها. في نفس الوقت الكلام بتاعه ده يعطي الانطباع بالاعتدال، بالتوازن، بانه الرئيس القادر على التعامل العاقل مع الفرقاء المتصارعين، هيغضب المتطرفين طبعا، انما عدد كبير ممكن يتفهم انه فعلا معاداه الساميه غلط، مين دافع عن الساميه، ومعاداه الاسلام غلط. فاذا واخد موقف يبدو عاقلا، يبدو متزنا، يبدو ان هو يستطيع ان يتوجه به بالحديث ويقنع تيار رئيسي هنا وهنا، ودعنا نرى. انا عايز اقول بس ايه، مش عايزين يعني ساعات يقول لك ايه الحق شعبية ترامب زادت 2 نقطة، شعبية فلان لغاية هو ربنا يدينا ويديك طولة العمر نستنى لغاية الانتخابات. الحاسم هيبقى الاسبوعين او الثلاثة السابقين قبل الثلاثة الاول من نوفمبر، وهيبقى القضية الحاسمة لا فلسطين ولا غزة ولا اوكرانيا ولا الصين ولا تايوان، سعر البنزين ايه؟ حضرتك مع هذه المدرسه يعني ان السياسه الخارجيه لن تؤثر كثيرا الا اذا حدثت كارثه عظمى زي فيتنام مثلا، او اثرها على الوضع الداخلي، يعني يعني لو في حاجه تؤدي الى ارتفاع الاسعار. انما المواطن الامريكي الغالبيه العظمى بتاعهم مش مهتمين بالسياسه، الغالبيه العظمى
ولا مهتمين باخبار واشنطن. واشنطن العاصمه عشان الناس يبقى فاهمه. حضرتكم كل بلد يعني كل في كل محافظه في كل ولايه في جورنال محلي فيلادلفيا نيوز لوس انجلوس نيوز وكل المعلومات يعني مش هتندهش حضرتك يعني بتسمع اخبار الراديو يقول لك هناك كلب ضال في شارع كذا من يحاول ان يجد ابلغه الهانم فلان الفلانيه المير اهم حاجه عندهم العمده بتاع المدينه وتحركاته الى اخره. يعني مجتمع لوكاليزم الجانب الداخلي المحلي فيه هو الاساس. فهيبقى يعني لا نتسرع في ابداء الاحكام صحيح. حوالين هتلاقي زجزاجنج زجزاج طالع ونازل فاللي هيفضل باصص ده هيصاب بالخلل. طب بالخبل. عندي دقيقه واحده احنا عدينا الوقت الاصلي بس عشان اربط ما بين القضيتين الجامعات والانتخابات الاثنين مع بعض. هل وده اكيد حضرتك تحليلك دقيق طبعا ان العوامل الداخليه هتؤثر اكثر بكثير في الانتخابات الامريكيه الرئاسيه القادمه، لكن لا شك انه حركه الطلاب او غيرها فيما يتعلق بغزه في نزناز عند الرئيس بايدن ده مؤكد، ورئيس ترامب الاسبق غير مسؤول مش موجود في الحكم. هل يا ترى نجاح مفاوضات القاهره حوالين الصفقه هل ده يخلي هذا الزن يهدى شويه طبعا عند الرئيس بايدن؟ هيدي دعم قوي جدا للرئيس بايدن. هيدي دعم جامد الرئيس الذي اسهم تدخله في حل المشكله وجاب حماس على الترابيزه وجاب نتنياهو المتمرد على الترابيزه واقنع الاثنين او ضغط على الاثنين ايا كان التعبير بقبول وان مصر لعبت دور رئيسي في هذه العمليه ونشكر مصر وعد على نتفق بقى ازاي هننفذ الى اخره. يعني هيبقى يعني انا ببالغ شويه اقول صانع السلام حلال المشاكل الرجل الذي انهى ازمه ممكن بقى تبيع صوره الرجل الانساني اللي هو بقى هيدي دعم او العرب دي خلاص هيبقى في دعم امريكي ضخم جدا من المؤن. هم خلصوا الجسر بتاع البر الميناء 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 البحري دوت هيبقى جاهز لاستقبال كذا في خلال اسبوعين الى اخره. يعني هتعمل هاله انه اوقف القتل اوقف كذا نقل الموضوع من ميدان الحرب الى كذا اوقف عمليه رفح ان شاء الله وفتح الباب لعمليه سلميه هتقود الى تنفيذ الدوله الفلسطينيه لكن هنعملها من خلال التشاور والتفاوض مع اسرائيل. فطبعا لا يعني اذا ده يضيف عنصر اخر لتفاؤل اكثر بمفاوضات القاهره. هو له مصلحه يعني شوف كل الاطراف لها مصلحه شخصيه. حماس لها مصلحه، نتنياهو له مصلحه، بايدن له مصلحه. هذا خير ختام من الاستاذ الجليل اللي استفدنا كلنا يعني من تحليلك. انا بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك. دكتور علي الدين هلال المفكر الكبير واستاذ العلوم السياسيه شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ زياد. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا النهارده بنشكر حضراتكم كالعاده شكرا جزيلا ونسيبكم على كل خير للاسبوع القادم ان شاء الله.